يتطور من حاله ويصل لأعلى درجات بالأوتيل اللي هو حلمه، اللي إيش؟ ليكون مدير لأكبر فندق. ليس صفا منهجيا أو يوما دراسيا، بل هي مبادرات استندت على العلم والتجربة لانتشال هؤلاء الأطفال من داخل الصناديق بهدف توسيع مداركهم. إلا ما يجي مرة نطلع من الحفرة، صح؟ ببساطة هي محاولة لإنقاذ مستقبلهم بكل الأدوات الممكنة وتدارك حاجاتهم الأكاديمية والإنسانية في الجامعات الإسرائيلية قبل فوات الأوان. لذلك عملنا زي تشخيص لمشاكل الطلاب العرب بالجامعات، ومن هنا عمليا وصلنا لفكرة كيدز أكاديمي أنه نحل مشاكل الطلاب العرب اللي بتيجي على الجامعات حتى هم عمليا يتطوروا أكثر بالجامعة ويتأقلموا أكثر بالجامعة من خلال تعليمهم. تفضلي يا ريان. لا تستسلم للفشل. لا تستسلم للفشل. صح. الحلم لازم نوصل له بأي طريقة. الحلم لازم نوصل له بأي طريقة. صح. وعمليا احنا حكينا عن اربع مشاكل اساسيه، اللي هي قضيه الاغتراب من المؤسسه الاكاديميه العبريه او اي مؤسسه اكاديميه، قضيه ثانيه بعبع وبعبعه اللغه الانجليزيه اللي بخافوا منها اغلب الطلاب العرب، القضيه الثالثه التفكير العلمي اللي مش موجود معدوم عندنا تماما حتى في مدارسنا وفي مناهجنا معدوم التفكير العلمي، والقضيه الرابعه والاهم من كل المشاكل هي قضيه تعزيز شخصيه الولد. تجاوبه منقطع النظير من قبل الطلاب مع برنامج كيدز أكاديمي، ولعل هذا ما حقق هدف القائمين على البرنامج بأن يحصل هؤلاء الصغار على جل الفائدة دون أن تنتقص من طفولتهم ليكونوا نخبة المجتمع في المستقبل، ما جعل البرنامج يخطو خطوات أكبر كل يوم. فإحنا عم نعمل على إبداع أو التفكير خارج القالب والتقطير، وعم نعطيه كل الآليات والمهارات إنه يبدع ويفكر بطريقة مبدعة وإبداعية، بالتالي ليوصل لهدف ويفكر خارج هذا الإطار بدون أي قولة بمعينة. المتوالي فينوباتشي موجودة مش بس بالرياضيات، حكينا موجودة كمان بالطبيعة وبجسم الإنسان، هاي القدرة الإلهية. رغم صغر عمر هذه الأكاديمية إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها بقوة على الساحة اللامنهجية، وبات يرتاد صفوفها 800 طفل ما بين عمر 10 إلى 13 عاما من شمال البلاد إلى جنوبها، ما قد يجعلها نموذجا يحتذى به في بلاد أخرى. لليوم على الحرة مرفت العزة من كفر منده.